مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار الزمالك والاخبار المحليه والعالميه. والنهارده هيشرفنا في الجزء الثاني من حلقتنا كابتن محمد جمال لاعب الزمالك السابق. لكن كالعاده بتاعتنا ان احنا بنحب نبدا حلقتنا بعناوين الاخبار. الوجوه الجديده، اكتشافات مصريه. موقف شيكابالا. تألق سيف الدين الجزيري. محمد جمال في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع الحلقة، هو ما رأيك في أداء سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس بكأس العرب؟ طبعا دلوقتي شغال ماتش مصر والاردن وانتهى الشوط الاول بالتعادل 1-1. ليه تفاصيل اكتر هيكون معانا دلوقتي كابتن طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، يعني يعلق على الماتش ويقول لنا كان شايف ازاي الشوط الاول. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا مها، ازاي؟ ازاي حضرتك؟ حضرتك شفت ازاي الشوط الاول وشفت ازاي كمان التعادل؟ يعني هو طبعا شوط حماسي جدا، شوط سريع جدا قوي من الفريقين. يمكن منتخب الاردن بادر بالتسجيل ودي كانت مفاجاه بالنسبه لينا احنا كمشاهدين. منتخب الاردن حقيقه واقف بشكل جيد، واضح ان هم مركزين قوي. منتخب مصر كان له الاستحواذ، ولكن الفرص الحقيقه الشوط الاول كلها كانت لمنتخب الاردن للاسف. يمكن الشناوي تصدى الكورتين والحقيقه وهدف عفوا، فبالتالي هم سابوا الاستحواذ لمنتخب مصر. نص ملعب عندنا فيه مشكله شويه، سليه وحمدي فتحي مش قادرين يسيطروا على نص الملعب. هم عندهم سليمان والزويده، وايضا عندهم لعيب كويس قوي اسمه علي علوان، واللعيب مرضي ده لعيب كويس قوي ناحيه الشمال. حتى في نص الشوط الاول كده مستر كيروش غير الاثنين المساكين، خلى الونش ناحيه اليمين، مساك ناحيه اليمين كان بادي ناحيه الشمال، على اساس الناحيه الشمال فيها مرضي ده لعيب كويس قوي رقم 13، وايضا علي علوان رقم 16، والنعيمات طبعا اللي احرز الهدف طبعا نمره 10، لعيب كويس قوي. عندهم مجموعه لعيبه كويسين. احنا الحقيقه يمكن سيطرنا على مجريات الشوط الاول، ولكن الفرص زي ما قلت لك كانت قليله جدا. عندنا الناحيه الهجوميه ما كانتش بالشكل المطلوب. هم قفلوا بشكل جيد على حسين فيصل وعلى زيزو من ناحيه اليمين، وايضا على مروان حمدي، وتحتيهم مصطفى فتحي. يمكن حاول مصطفى فتحي وحاول زيزو وحاول مروان، لكن ال 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 الكثافه العدديه للناحيه الهجوميه بتاعتنا ما كانتش على المستوى المطلوب. بالعكس كانت الكثافه العدديه الدفاعيه للمنتخب الاردن كانت افضل مننا، ولذلك احنا يمكن ما جبناش كوره غير كوره عرضيه حطها مروان حمدي بشكل جيد وتعادل بيها منتخب مصر. المباراه 50-50، منتخب الاردن بيقدم ماتش جيد، منتخب مصر الى حد كبير بيقدم مباراه جيده برضو، ولكن زي ما قلنا ان الفوارق ما كانتش باينه. يعني الفوارق ما بين التاريخ مثلا منتخب مصر مع منتخب ما كانتش باينه، لان منتخب الاردن فاجئنا بمستوى الحقيقه مستوى جيد جدا، واحنا كمان بنلعب ماتش كويس الحقيقه. يعني ما احناش وحشين، لكن الكثافه العدديه عندنا داخل منطقه جزاء الاردن ما كانتش مطلوبه بشكل كبير جدا في الشوط الاول. يمكن الشوط الثاني يبقى فيه برضو تواجد هجومي شويه اكتر لينا في الشوط الثاني. طب شايف ايه التغييرات يا كابتن طارق اللي المفروض يعملها كيروش في الشوط الثاني؟ يعني هو حاليا دلوقتي التغييرات هتبقى قليله جدا حسب النتيجه. لو استمرت النتيجه كده لازم يعزز الناحيه الهجوميه بوجود مثلا لاعب زي احمد رفعت، وجود مثلا لاعب زي شريف سريع برضه يقدر يحرك الامور شويه، يعني قفشه لو سليم ممكن ينزل. يعني مجموعه من اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي مأديه نص كويس، يمكن احنا لينا فرصه خطيره جدا يمكن
عدت الحقيقه من جوه الجون، كان جون فاضي وعدت من قدام حسين فيصل، كانت غريبه جدا في البدايه الشوط الثاني. زي ما قلنا ان التواجد الهجومي لازم يزيد شويه الشوط الثاني عشان نقدر نجيب اجوان ثاني، واتوقع ان شاء الله باذن الله النتيجه هتبقى لصالح مصر، بشرط ان احنا نركز وان احنا يعني زي ما قلت لك ممكن يكون مستوى منتخب الاردن النهارده يفوق مباريات كثيره جدا قدها في بطوله كاس العرب، ده يمكن المفاجاه الوحيده، لكن احنا عندنا الافضليه ان شاء الله باذن الله، وعندنا القدره الهجوميه ان احنا نسجل اهداف ثاني، بشرط ان احنا زي ما قلت يبقى في زياده عدديه من نص ملعب، حمدي فتحي يخش، مصطفى فتحي يخش، ايضا زيزو لازم يتواجد في منطقه الجزاء، حسين فيصل من الناحيه الشمال، كل الامور دي لازم يبقى فيها نوع من انواع التركيز شويه عشان نخص ونزود عددنا، احنا دائما وابدا هم الكثافه العدديه الدفاعيه ليهم اكثر من الكثافه العدديه الهجوميه ليهم، ده اللي مأثر معانا الشوط الاول. لكن اتمنى الشوط الثاني يبقى فيه تغييرات ويبقى فيه تواجد هجومي شويه اكثر بايجابيه اكثر على المرمى، ابو ليلى حارس مرمى المنتخب متالق الحقيقه برضو زي الشناوي، وان شاء الله باذن الله نبارك لمنتخب مصر بالصعود ان شاء الله للمباراه النهائيه ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن طارق، بشكر حضرتك جدا على تعليقك على الشوط الاول من مباراه مصر والاردن، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. تعالوا بقى ندخل في موضوع الحلقه النهارده، عندنا محاور كتير عايزين نتكلم عليها، ولكن في البدايه حلقتنا كده هتكون بعنوان زملكاوي راجعين خلاص للدوري، العد التنازلي بدأ، في مباريتين بتنتظرنا أو بتنتظر فريقنا في الدوري، الأولى مع المقاولين العرب والمباراة الثانية مع غزل المحلة، مباريتين كده بالغتي الصعوبة، المقاولين فريق قوي جدا وغزل المحلة بيقدم أحلى عروض الموسم ده، وده طبعا كلنا ملاحظينه وكلنا شايفينه. طيب إيه المطلوب؟ المطلوب معروف ان احنا عايزين فوزين بست نقاط، المباراتين دول هم يعني نقدر نقول ان هم نقطة تحول في الدوري بالنسبة للزمالك، الفوز فيها بيعني ايقاف نزيف النقاط ومواصلة الصحوة اللي بدأت بعد الفوز على سيراميكا بهدف مصطفى فتحي وكمان كاس مصر في فترة لن تقل عن 4 شهور. في نفس الوقت انت هتلاعب فريقين بلغة كرة القدم كده، هما فريقين يعني مباريتين رخمين شوية، المقاولين فريق بيجيد اللعب أمام الفرق الكبيرة زي الزمالك والأهلي، وفي نفس الوقت نادي غزل المحلة عامل موسم ولا أروع الحقيقة مع محمد عودة، حتى الآن عند الفرقتين برضو هتلاقي مجموعة مميزة جدا من اللاعبين. هنا بقى المطلوب إن الجهاز الفني يشتغل في الأيام اللي جاية على إن هو يجهز قوته الضاربة وينسى دلوقتي الدوليين اللي هيرجعوا من كأس العرب، لأن هم هيرجعوا أكيد مرهقين ومش حمل دلوقتي تدريبات أو غيره، محتاجين فترة من الراحة ولازم ناخد بالنا من ده على فكرة. وكده كده أصلا احنا عندنا مجموعة مميزة جدا، يعني عندنا طارق حامد، أوباما، إمام عاشور، محمود علاء، عواد، حازم إمام، محمد عبد الشافي، عمر السعيد، يعني عندنا منتخب مصغر كده، عايزين نقول لهم كل التوفيق ليكم في الماتشين اللي جايين، وان شاء الله نكسب المقاولين ونكسب كمان المحله وندخل كده في اجواء المنافسه على الدرع ونتحمس ونقدم عروض بشكل افضل. وبمناسبه الكلام عن بطوله كاس العرب، ودلوقتي ماتش مصر والاردن شغال في دور الثمانيه، طبعا كل التوفيق لمنتخبنا، والشوط الثاني ان شاء الله نقدر ان احنا نحقق مزيد من الاهداف او نحرز عدد كبير من الاهداف. لازم نتكلم بقى عن محور ثاني، هو بطلنا نجم نادي الزمالك سيف الدين الجزيري، هداف العرب الاول الجزيري مع تونس، سجل 4 اهداف ودلوقتي بيتصدر قائمه الهدافين وبيقدم بطوله ولا اروع. الجزيري وصل للمكانة دي والحقيقة استحقها بعد عرق وجهد وتعب منذ انتقاله لنادي الزمالك. فاكرين لما سيف الدين الجزيري انضم ليه في لنادي الزمالك يناير اللي فات، طلعت أصوات كتيرة بتنتقد الصفقة دي، عايزين نعرف رأيكم ايه دلوقتي،
الجزيري من ساعة انتقاله ليه الزمالك وهو مهاجم ممتاز جدا، بيسجل في الوقت الحاسم، ولسه يعني عندنا أمل كمان ان هو ينسجم أكتر مع زملائه ويسجل ويغيب، أوقات بيغيب عنه سوء التوفيق، ولكن سرعان ما بيرجع تاني، وإن شاء الله كل التوفيق ليه. بس في نفس الوقت عايزين نقول ان الجزيري فعلا بيلعب بيه شكل مميز جدا، ودوره داخل الملعب الصراحه لا ينكر، مهاجم جيد يجيد كمان صناعه المساحات لزملائه، خطورته على المرمى مستمره، بيمثل او بيعمل ثنائيات خطيره مع لاعبي الوسط. الجزيري هو مهاجم سوبر في الزمالك، انا متوقعه لي الصراحه مزيد من التالق والاهداف بعد الحاله الفنيه الرائعه اللي ظهر عليها في كاس العرب. واخيرا برافو يا سيف، ونتمنى ان شاء الله نشوفك هداف البطوله. ثالث محور بقى عايزين نتكلم فيه هو موقف شيكابالا. الاخبار يا اتحاد الكوره، يعني شيكا هيكمل الماتشين ايقاف ولا هيتم الغاء القرار والاكتفاء بست ماتشات؟ اللي حصل في واقعه شيكابالا بيرجعنا تاني كده ونقول لازم يبقى فيه تفعيل لمركز التسويه. اتحاد الكره تجاهل تماما حكم مركز التسويه، شيكابالا كان موقوف 8 شهور ونزلت ل8 ماتشات. طب الشهور بتعدي، الشهر بيجي ورا الشهر ولسه الايقاف مستمر. صحيح ان خلاص باقي القليل، بس لازم اتحاد الكره اللي جاي والمنتخب في العام المقبل انه يحط النقط على الحروف ويفعل دور مركز التسويه في الفتره اللي جايه. وكفايه قوي كفايه اللي حصل في ازمه شيكابالا الاخيره. مشاهدينا خلونا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع على طول ونبدا اخبار نادي الزمالك. البداية هتكون من عند فريقنا اللي نجح في الفوز على الترسانة بنتيجة 1-0، أحرزه روقة مع في المباراة الودية اللي اتلعبت في نادي الترسانة النهاردة ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري. ونروح لإسلام جابر لاعب فريقنا اللي خاض مجموعة من التدريبات التأهلية النهاردة على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وده بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة بفيروس كورونا. الحمد لله على السلامة يا إسلام، وبنتمنى ليك كل التوفيق في الفترة اللي جاية بإذن الله. ولسه مكملين اخبارنا من عند طارق حامد لاعب فريقنا اللي نال إشادة كبيرة من الفرنسي كارتيرون بعد ظهور إدارة نادي الزمالك بدأت في دراسة ملف اللاعبين المعارين ومراجعة كافة العقود خلال الساعات اللي فاتت، وده للوقوف على احتياجات الفريق وموقف الأماكن اللي هيتم تدعيمها بعد فتح باب القيد إن شاء الله. تعالوا نروح لتقرير تاني عن منافسات الدوري اللي بدأ بقوة ومنافسة شرسة جدا. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونرجع نستكمل أخبارنا. ونبدأ أخبارنا مع بطولة كأس العرب. نجمنا مصطفى فتحي جناح منتخب مصر قال إن هدف منتخبنا من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر هو حصد اللقب، وقال قبل دقايق من بداية المباراة مع الأردن إن من أول يوم منتخبنا هدفه التتويج باللقب، وإن ده هدف الجميع في ظل الحالة المميزة اللي بيعيشها المنتخب. البداية من يعني معانا المدرب فخر الدين بن يوسف مهاجم منتخب تونس ونجم بيراميدز، أكد إن هدف المنتخب التونسي في كأس العرب أكبر بكتير من التأهل لدور قبل النهائي بعد الفوز اللي حققوه امبارح على حساب منتخب عمان بنتيجة 2-1. ويأكد فخر الدين إن لاعبي تونس بيقدموا مستويات قوية جدا خلال كأس العرب، والمستوى بيرتفع من مباراة للتانية بعد زيادة الانسجام في الفريق.
وقال فخر الدين بن يوسف إن الفريق مركز في المباراة الجاية بغض النظر عن اسم المنافس فيها، علشان هدف الفريق هو التأهل للمباراة النهائية. الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي قال إنه عاش يوم صعب بسبب الخسارة الكبيرة أمام منتخب قطر بنتيجة 5-0 امبارح في دور الثمانية ببطولة كأس العرب. وقال المدرب الهولندي إنه عاش أغرب تجربة مر بيها في حياته، وألقى مدرب الإمارات باللوم على لاعبي الفريق اللي ارتكبوا أخطاء ساذجة وقدموا هدايا للمنتخب القطري علشان يسجلوا الأهداف بشكل متتالي في الشوط الأول. ونروح لمجموعة أخرى من الأخبار المتنوعة. النجم الكاميروني التاريخي سامويل إيتو فاز النهاردة بمقعد رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم علشان يكون مسؤول عن الكرة في بلاده قبل شهر واحد من استضافة بطولة الأمم الإفريقية 2021، وطبعا هيستمر في فترة الرئاسة حتى 2025. طبعا كلنا عارفين نجومية إيتو كلاعب وهداف كبير مع ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي، وهو حقيقي أسطورة كبيرة جدا. وتعالوا دلوقتي نروح لأخبار الأندية المصرية. فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس هيلعب مباراة ودية ثالثة مع فريق الداخلية. نروح لفريق فيوتشر الفاز امبارح وديا على بلدية المحلة 1-0 في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب ناصر ماهر. طبعا فيوتشر بيستعد لمواجهة الأهلي في الجولة 7 من الدوري الممتاز، والمقرر أن هي تتلعب يوم 26 ديسمبر. فريق إسترن كامبني تعادل بنتيجة 2-2 مع فريق بايونير في الماتش اللي اتلعب النهاردة بين الفريقين. طبعا فريق إسترن كامبني بيستعد لمواجهة مصر المقصة في الدوري بالجولة 7 وهتتلعب يوم 20 ديسمبر، ولسه هيلعب إسترن كامبني ودية كمان مع فيوتشر بكرة الاثنين إن شاء الله. كريم بنزيما هداف فريق ريال مدريد الإسباني عمل مفاجأة سعيدة للجهاز الفني بقيادة أنشلوتي بأنه اتدرب بشكل طبيعي مع الفريق قبل ساعات من مباراة ديربي العاصمة مع الغريم أتلتيكو مدريد بكرة ضمن الجولة 17 من الليجا. بنزيما كان تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة ريال سويسيداد اللي فاتت، وهو الأمر اللي تسبب في قلق الجهاز الفني من غياب اللاعب لفترة طويلة وبالتالي الحرمان من أهدافه وتأثيره الكبير. لكن برضو الجهاز الطبي للريال منتظر تقييم حالة اللاعب بشكل نهائي النهاردة. وتتوالى المفاجآت السعيدة في إسبانيا، بس ننتقل من ريال مدريد إلى المنافس التاريخي برشلونة اللي ذكرت تقارير صحفية كاتالونية أبرزها من صحيفة مونتو ديبرتيفو إن برشلونة خلاص اتفق مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ضم لاعبه فيران توريس لتدعيم خط هجوم البارسا في الانتقالات الشتوية اللي جاية. طبعا برشلونة حاليا بيمر بفترة إعادة بناء ومنتظر ضم صفقات جديدة، لكنه كمان هيعلن قريبا وجدا كمان عن مغادرة مجموعة كبيرة من اللاعبين. ومن إسبانيا إلى إنجلترا وتصريحات قوية من الألماني رالف رانيك المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد اللي قال إن هو سعيد بوجود لاعب زي بوجبا في صفوف فريقه، لكنه يرفض تماما إن أي شخص يتدخل لإقناع بوجبا أو أي لاعب آخر بالبقاء في يونايتد، لأنه نادي كبير وطبيعي إن أي لاعب يكون هو اللي حابب يلعب بقميصه بدون أي ضغوط. طبعا ده رد حاسم جدا من المدرب اللي المفروض إن هو هيقود الفريق لنهاية الموسم قبل تولي منصب إداري لوضع استراتيجية اليونايتد لسنين قدام، وبالتالي بعد كلمته دي هيكون
قدام بوجبا، اما تمديد عقده او ان هو يعلن الرحيل زي ما هو عايز. النهارده عندنا مجموعه كبيره من المباريات المهمه في الدوريات الاوروبيه، ابرزها في الدوري الانجليزي مانشستر سيتي وولفرهامبتون. السيتي كسب 1-0، والساعه 5 بيلعب دلوقتي ارسنال وساوثهامبتون. ارسنال متقدم 3-0، وتشيلسي وليدز يونايتد. تشيلسي متقدم 2-1، وليفربول واستون فيلا 1-0، وسجل الهدف نجمنا محمد صلاح. والساعه 7:30 نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد، ده هيتلعب لسه الساعه 7:30. معانا كمان الدوري الايطالي، فينيزيا واليوفي هيلعبوا الساعه 7 والساعه 10 الا ربع، اودينيزي وميلان. وفي الدوري الالماني بايرن ميونخ وماينز، بايرن كسب 3-1 تقريبا، 2-1. معانا دلوقتي تليفون من الاستاذ محمد باهي الناقد الرياضي بالاهرام. استاذ محمد مساء الخير يا استاذ ماء، ومساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك طبعا متخصص في الدوري الدرجه الثانيه، كلمنا بقى عن اخر الكواليس وايه اللي حصل في دوريات الدرجه الثانيه. هو الحقيقه يمكن في بالنسبه للمجموعات الثلاثه النهارده، مجموعه الصعيد كانت بتلعب النهارده ولاول مره بهذا الموسم يعتلي كيما اسوان قمه المجموعه برصيد 22 نقطه بفوز مهم جدا جدا على المنيا صاحب الديار في عقر داره 1-0، ليصبح عدد النقاط عنده 22 نقطه، وينتظر لقاء غدا اسوان مع ملوي. في الوقت اللي فيه بترول اسيوط بيفوز خارج ملعبه على طميه 2-1، وبيوصل للنقطه 17 ويؤكد جدارته بالمنافسه على المربع الذهبي على الاقل. وديروت النهارده برضو بيكسب خارج ملعبه هنا على هنا 2-0، والتليفونات بيخسر في ملعبه من الفيوم 2-1. يمكن ابرز حاجه في المجموعه دي ان الارض ضد اصحابها، مفيش ولا فريق في ملعبه حقق الفوز، ويمكن كل باستثناء حتى سوهاج اتعادل مع الاهلاوي، وده التعادل الوحيد في هذه المجموعه في هذه الجوله، وكله فاز خارج ملعبه. كده يبقى كيما اسوان على القمه، وثم اسوان 20 نقطه انتظارا لمباراه الغد. في مباراه في مجموعه القاهره المجموعه الحديديه، يمكن شفنا زد بيواصل انتصاراته، بيفوز على النصر بهدفين وبيأكد جدارته بيه على قمه المجموعه، مجموعه القاهره والقناه، ويصل للنقطه 24. وفي الوقت اللي تعثر فيه الداخليه وخسر من وادي دجله وتوقف رصيده عند 19 نقطه ليتسع الفارق بين صاحب القمه والوصيف الى 5 نقاط، في الوقت اللي بيفوز فيه بورتو على بنها في ملعب بنها، وبتروجيت بيفوز على الترسانه، وادي دجله بيفوز على الداخليه، وبكده يبقى بورتو 18 ونفس الرصيد بتروجيت، و 17 وادي دجله، و 17 منتخب السويس اللي بيفوز على بلبيس. المجموعه الثالثه هي المجموعه الجماهيريه، بيواصل الاولمبي السكندري انتصاراته وحفاظه على المجموعه، بيصل للنقطه 24 بعد فوز مهم جدا جدا على سبورتنج في ديربي سكندري، بيصل للنقطه 24 في الوقت اللي فيه حرس الحدود بيتعادل مع بلديه المحله في ملعب البلديه 3-3، وبيحتفظ بالمركز الثاني بالتساوي مع ديكرنس اللي بيفوز على الرجاء 1-0، وكفر الشيخ اللي بيفوز على دمنهور فوز كاسح 4-0 في ملعب دمنهور، يبقى الثلاثي 19 نقطه، وبكده يبقى الاولمبي في المركز الاول، يليه 3 فرق عندهم 19 نقطه وهم حرس الحدود وديكرنس وكفر الشيخ، وتبقى المنافسه على اشدها بين المجموعات الثلاثه، وصعب جدا طبعا التكهن بمن يصل الى الدوري الممتاز ومن يهبط الى القسم التالي. طيب استاذ محمد، لو هنتكلم هل في تغييرات حصلت في الاجهزه الفنيه من كل هذه الفرق؟
اول حاجه هذا الاسبوع ما حصلش تغييرات، الا ان طبعا فريق المجد السكندري بس هو ابقى على كابتن ياسر عزت اللي هو المدرب العام، هيبقى قائم باعمال المدير الفني اللي هو طبعا حل محل الكابتن ادهم السلحدار الله يرحمه، ودخل امير قيصر بقى مدرب عام، وحل حاتم فرغلي اللي هو مدرب حراس المرمى مكان سمير عاشور. دي التغييرات اللي حصلت في فريق المجد بالنسبه لاسكندريه. اما بالنسبه لباقي المجموعات كلها يعني هذا الاسبوع ما حصلش اي تغييرات اخرى، وبكده بقى احنا وصلنا ل حوالي 30 جهاز فني اتغيروا خلال 10 جولات متتاليه في المجموعات. اسبوع هادي يعني يا استاذ محمد. هذا الاسبوع يمكن يعني يمكن نتوقع الاسبوع الجاي ممكن يحصل فيه بعض التغييرات. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد هادي على هذه محمد باهي عفوا على هذه التفاصيل. تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض ابرز اللقطات والصور على وسائل التواصل الاجتماعي. تعالوا مع بعض نشوف فقره السوشيال ميديا. البداية من عند النادي المصري البورسعيدي، ونزلت صفحة النادي على الفيسبوك الصورة دي وكتبت عقد سمير حلبية رئيس عقد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري ولجنة التعاقدات برئاسة الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي وعضوية الأستاذ عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة أعضاء المجلس اجتماع مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة معين الشعباني لمناقشة متطلبات الفريق الأول خلال المرحلة اللي جاية، ومناقشة اللائحة الخاصة بالفريق وبعض عقود اللاعبين، ويقرر المجلس على الفور تلبية كل المقترحات التي تقدم بها جهاز الكرة. نروح لنادي بيراميدز، حساب الفريق على انستجرام نزل مجموعة من صور الفريق في معسكره بالإمارات وكتب العمل لا يتوقف في معسكرنا بدبي. نروح لحساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تويتر اللي نشر مجموعة من صور للمنتخب التونسي وكتب تونس أول فريق أفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب. نروح لحساب المنتخب المغربي على تويتر وهي اللي نشر الصورة دي وفيها طبعا نجم فريقنا أشرف بن شرقي بقميص منتخب الأسود، وكتب الحساب اليوم في ربع نهائي كأس العرب المغرب والجزائر على ملعب الثمامة. مصطفى محمد نزل فيديو جميل جدا لابنه عدي، وواضح كده ان ابن مصطفى هيكون مهاجم كبير وهداف زي والده. نادي مانشستر سيتي واضح ان نجومه مميزين بوجه عام يعني في كل الرياضات. تعالوا مع بعض نشوف تألقهم في التدريبات، بس مش في كرة القدم لكن في كرة السلة. تعالوا نشوف رودري ولابورتي بيعملوا ايه. فينالدوم نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي نشر صورة رائعة من التدريبات مع الثلاثي الرهيب ميسي ومبابي وانخيال دي ماريا، وكتب الفريق الفايز، ويبدو ان الفريق ده هو اللي بيفوز دايما في تدريبات باريس. طبعا باريس كسب اخر مباراة 4-1 على كلوب بروج في دوري ابطال اوروبا، وبيستعد حاليا لمباراة مهمة في الدوري الفرنسي مع موناكو بكرة.
مستمرين في العاصمة الفرنسية باريس، لكن علشان نتابع مباراة قصيرة في منزل الأسطورة ليونيل ميسي بين ميسي وأولاده الثلاثة، ونشوف تدخل عنيف من الابن الوسطاني ماتيو على أخوه الصغير شيرو. تدخل كان محتاج كارت أحمر الصراحة. دلوقتي هنستقبل، هنروح فاصل قصير وهنستقبل كابتن محمد جمال بعد الفاصل. كأس العرب بطولة الوجوه الصاعدة، برافو كارلوس كيروش. النجوم الجدد اكتشاف لن ينسى في كأس العرب. قدم منتخبنا عروض رائعة في الدور الأول، ولكن اكتشفنا العديد من المواهب الشابة. أول هؤلاء حسين فيصل، ساحر الكرة المصرية الجديد، ابن الزمالك الموهوب، صاحب 22 عاماً، الوافد من سموحة، لاعب مميز سجل هدفاً وصنع آخر ونال لقب رجل المباراة، لاعب بات جاهزاً لأن يكون صانع الألعاب الأول في مصر. يمتلك كل مقومات النجاح من سرعة وقوة ومهارة. الثاني عمر كمال، الجناح الطائر، لاعب فرض نفسه بقوة ومن أول مباراة يشارك فيها أساسياً أمام السودان، صنع هدف ونال ركلة جزاء. جوكر، يجيد اللعب في مراكز الظهير الأيمن والجناح الأيمن والجناح الأيسر ولاعب الوسط. الثالث أحمد ياسين، مدافع سوبر، صغير السن 24 عاماً، شارك في لقاء الجزائر بديلاً لشوط كامل، راقب فيها هجوم المحاربين بنجاح. مدافع يجيد ألعاب الهواء ولمع بشدة كوجه جديد سوبر. الرابع أحمد رفعت، الجناح الأيسر الموهوب، صاحب أجمل أهداف البطولة، تسديدة صاروخية في مرمى السودان استحوذت على إعجاب الجماهير في كل مكان، لاعب من أهم اكتشافات كيروش. ولن ننسى الخامس أسامة فيصل، رأس الحرب الزملكاوي، أصغر لاعبي المنتخب، مهاجم المستقبل في الكرة المصرية، لاعب موهوب لم يتخطى 20 من عمره، لاعب شارك وبقوة في انتصار السودان، إضافة لمستقبل الهجوم. برافو كيروش، برافو المنتخب، وانتظروا مستقبل رائع للكرة المصرية. ورجعنا لكم مرة تانية ومنورنا النهاردة واحد من نجوم الزمالك السابقين، وحديث خاص جدا ومهم عن مواجهة منتخبنا الوطني مع نظيره الأردني بكأس العرب. كابتن محمد جمال بنرحب بيك. أهلا بيكي، ومبسوط اللي احنا في قناتنا الحبيبة، يعني المرات متتالية، وكنت قريب قوي هنا مع كابتن محمد أبو العلا، سعيد اللي أنا النهاردة معاكم. يعني أنا أسعد جدا حضرتك معي، لكن عايزة قبل ما نبدأ كلامنا عن منتخبنا الوطني نتكلم الأول عن نادي الزمالك. وانت عارف ان في فترة يعني توقف للدوري، شايف ان ازاي ممكن نستغل فتره التوقف دي، او ازاي كارتيرون ممكن يستغل فتره التوقف بتاعت الدوري؟ هو طبعا فتره مهمه الزمالك كان محتاجها، لان ما نرجع باك جراوند كده، السنه اللي فاتت قبل اخر 7 مباريات كان في فتره توقف كويسه، مستر كارتيرون والجهاز المعاون ساعتها عمل فترة إعداد كويسة قوي في اسكندرية. بعديها مباشرة رجعنا الحمد لله، خدنا 7 مباريات متتالية لحد ما حسمنا دوري. هو كان محتاج الفترة دي طبعا، لأن السنة اللي فاتت كانت الدوري ده متلاحم بعديه على طول، ما خدناش راحة، وبعدين جينا موضوع الصفقات وعدم القيد دي أثرت علينا بشكل كبير. فأنا متهيالي مستر كارتيرون هيقدر الفترة دي يقدر يلعب بكذا طريقة، ويقدر كمان يحاول يخلي كل لعيب ممكن يلعب في اكتر من مركز، لان احنا عندنا للاسف في حته بتاعه نص الملعب دي عندنا برضو، ما فيش حد بعد فرجاني ساسي ما مشي، مفيش حد قادر يعملها بشكل كويس. في امام عاشور
بس يعني لازم يبقى في حد ثالث مع طارق وامام عاشور يشيله في الحته دي. فانا متهيالي الفتره الجايه دي يعني اللي هي اللي فاتت والفتره الجايه هو بيعمل كل فتره ماتش ودي بيجرب كذا طريقه وشاف كذا لعيب من الناشئين وان شاء الله يبقوا دعم لينا باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. فتره الدوري بعد خساره الزمالك ليه ماتش وتعادل ماتش، في ناس قالت ان الزمالك صعب جدا السنه دي ان هو يحصد الدوري، دي وجهه نظرك يعني انت تنتمي لهذه وجهه النظر ولا شايف ان الدوري لسه طويل وصعب ان احنا نحكم دلوقتي مين ممكن يعني ياخد هو الدوري؟ هو طبعا احنا صعبناه على نفسنا شويه بس الموضوع مش صعب خالص بدليل اللي انا بفكر جمهور الزمالك السنه اللي فاتت احنا الدور الاول خسرنا مباراه القمه والدور الثاني تعادلنا وخدنا البطوله في الاخر بفرق 4 بونت فده مش مقياس، هو النفس الطويل. احنا كنا محتاجين فتره توقف والحمد لله جت الفتره اللي فاتت دي. المكسب بيجيب مكسب ومعلش يعني بدايه ماتش القمه ما كناش موفقين اول ثلث ساعه وقدروا الفرقه المنافسه تحرز اهداف، احنا رجعنا الشوط الثاني بشكل كويس ولو متهيألي لو كان في وقت كمان 10 دقائق ربع ساعه كنا اكيد اتعادلنا وكان ممكن تكسب. الفرقه الكويسه هي اللي بتقدر تعوض، انا شايف مباراه وعدت ب3 بونت الاهم الفتره الجايه دي بعد رجوع الدوري ان شاء الله ما انفرطش بقى بونت وان شاء الله نقدر نكسب ونقدر نعوض الدور الثاني باذن الله نكسب مباراه القمه الثانيه باذن الله وكده نرجع للوضع الطبيعي اللي احنا نحافظ على الدرع باذن الله الغالي علينا كلنا. تمام. طيب لو هنروح لكارتيرون، انت مع ان احنا نضيف لكارتيرون عناصر مصريه لمعاونته ولا يبقوا برضو أجانب؟ لا انا اتمنى لانه برضو يعني هيساعده كتير المدرب المصري وبعد بالذات ابن النادي في يعني في اسامي عديده ولها تاريخ كبير ومشرف وزملكاوي بمعنى الكلمه اكيد هيضيفوا مع الجهاز الفني. كارتيرون مدرب كبير وكل حاجه بس محتاج الحته دي. يعني انا مع يعني اتمنى كابتن سامي الشيشيني ممكن مرشح، كابتن طارق مصطفى اتمنى هو بعد ما منتخب مصر، مع ان انا اتكلمت معاه شخصيا كابتن طارق وقال لي صعب ان انا يعني اجي تاني، هو خلاص الراجل مصنف نفسه اللي هو بقى راجل اول، كان في المغرب عمل نتائج هايله ورجع على منتخب مصر مدرب عام. فاتمنى واحد من الاثنين دول يبقوا متواجدين. كابتن سامي الشيشينه قامه كبيره جدا واشتغل مع مستر كارتيرون اول فتره كان ماشي كويس جدا. اتمنى الفتره الجايه دي مجلس الاداره يعني يبقى في واحد فيهم باذن الله يبقى مع مستر كارتيرون ان شاء الله. طيب لو هنتكلم عن فتره ايقاف القيد، ده حاجه ممكن تاثر على الزمالك؟ طبعا طبعا يعني طبعا الفرقه الوحيده اللي في الدوري الممتاز ما عملتش صفقات وبالعكس ده في ناس مشيت من عندنا، يعني احنا طلعنا اعارات للاسف كتيره جدا منها محمد صبحي اللي انا شايفه اللي هو هيبقى جون المستقبل، طلعنا اسامه فيصل وده يعني كنا محتاجينه السنه دي بشكل كبير جدا، للاسف استغنينا عن حسين فيصل وده كانت الكارثه الكبرى، مش عارف مين اللي قدر يعني ياخد القرار ده. لعيب كويس جدا مميز مميز وهو في النادي على فكره كان مميز مش مراح سموحه وبس، لا احنا متابعينه وحتى لما كان بينزل اوقات بسيطه تغيير في نادي الزمالك السنه اللي فاتت كان بيأدي بشكل قوي جدا والمباراه اللي بعديها تلاقي لغز اللي هو طلع بره السكور فما خدش فرصته. فطبعا لا انا شايف القيد وقف القيد ده مشكله كبرى عندنا، كنا محتاجين حد ورا مع الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني. شبانه كان انا متابعه بقالي سنتين لاعب السنتين كاملين لعيب زايد كان هيبقى اضافه لينا، عمر كان لعب واحد لعيب سوبر ولعيب جوكر كمان بيقدر يلعب باك رايت بيقدر يلعب تحت الفرود بيلعب في نص الملعب كان هيفرق معانا كتير يعني مع المجموعه اللي رجعت ونجم وسيسيه والباقي. بس انا بقول احنا الحته بتاعه الباك رايت دي محتاجين حد فيها، طول ما حازم امام مش موجود انا شايف الموضوع بيبقى صعب علينا شويه. احنا كنا محتاجين عمر كمان لو هو يعني القيد يتفتح يعني في يناير وانا اتمنى كده يا ريت عمر كمان يرجع لانه شايفه في المنتخب بدا يحط بصمته وانا شايفه ان شاء الله الفتره الجايه دي هيبقى نمره واحد في الحته دي في مصر يعني. يا رب. بصراحه كذا حد من نجومنا الحقيقه يعني متالقين جدا مع المنتخب الوطني، مصطفى فتحي مثلا الونش برده متالق جدا، عايز اعرف رايك يعني في ادائهم مع المنتخب عامل ازاي؟
يعني هو المنتخب يعني مش مطمنا شويه. يعني انا كلاعب سابق في منتخب مصر لعبت منتخبات كلها من البراعم والناشئين والشباب والاولمبي، لعبت كاس عالم وخدت بطوله افريقيا. منتخب مصر له مواصفات معينه كده. مستر كروش بيحاول يضخ دم جديده في المنتخب بس مش بالكميه دي كلها. انا ممكن ادي 4-5 لعيبه بس، مش ادي الناس دي كلها مره واحده. يعني مع احترامي مهند لاشين مدرب يعني لعيب كبير جدا وماشي كويس في الدوري الممتاز، بس مش هيبقى زيه زي طارق حامد اللي بقاله 5 سنين او 6 سنين. انت رايك ايه في حته ان في غياب لطارق او عدم اختيار طارق حامد في المنتخب؟ طب انا كمصري مش عشان زملكاوي والله انا بتكلم، طارق حامد نمره واحد في افريقيا مش في مصر، يعني في افريقيا. انا لغز كبير، انا اتمنى كابتن وائل جمعه بعد البطوله يطلع يقول حاجتين. الحاجه الاولى، مستر كروش بيختار الاختيارات دي بناء على ايه؟ والحاجه الثانيه، استبعاد طارق حامد كان لغز كبير جدا، وكان معاه يعني زيزو الفتره اللي هم اول جه، وكان الاستبعاد الاولاني اللي احنا كلنا كنا استغربنا بيه قفشه، وكان محمد شريف ورمضان صبحي. يعني انا شايف الموضوع برضو في يعني الجمهور المصري دلوقتي الجمهور واعي جدا، فلازم تطلع تخاطبه وتقول احنا دلوقتي احنا مش معتمدين على الناس دي ليه دلوقتي؟ في بديل ولا هو عقاب، ولا هو الموضوع مش فني، ولا هو فني؟ عشان اقدر انا كمشجع مصري اقدر اعرف المنتخب اسمه منتخب مصر، مش سوري يعني مش منتخب كروش. مستر كروش قيمه كبيره وعالم من اعلام التدريب في العالم، كل الناس عارفين سي فيه كويس، بس مش ده وقت التجربه. كان في يعني كلام بيقول ان هو يمكن بيريحه، بيخلي طارق يرتاح شويه وممكن لا بس مش لدرجه. طب انت ممكن تاخده معاك المنتخب وتريحه، ايه المشكله؟ ما عنديش مشكله، لان انت محتاجه دلوقتي. احنا شايفين الموضوع، اللعيب الوحيد اللي في نمره 6 في المنتخب دلوقتي حمدي فتحي، مفيش لعيب تاني. يعني لو حمدي فتحي حصل له مشكله مفيش لعيب تاني يشيل الحته دي. احنا عندنا لعيبه كبيره زي السوليه، اما النني بيرجع بيبقى رقم 8، مهند لاشين حتى بيلعب دلوقتي في المنتخب رقم 8 مش 6. 6 دي لها مواصفات خاصه، اولها طارق حامد. يعني اول ما نقول نمره 6 في مصر نقول طارق حامد، نقول حمدي فتحي، نقول نبيل دونجا. مع احترامي الثلاثه دول مفيش حد بعديهم يقدر يلعب. فما ينفعش يبقى حمدي فتحي لوحده، لان احنا لاحظنا في بطوله افريقيا اخر ماتشين كان طارق حامد ما بيلعبش، وبالذات ماتش الكونغو اللي كان هناك الشوط الاول كنا مغلوبين 2-0 عشان الفجوه الكبيره اللي كانت ما بين المدافعين وخط الوسط. الكورتين اللي جم كانت بتترد الحته دي فاضيه، فطارق كان بيملى الحته دي بالروح بالعزيمه بالاداء. طور من نفسه كتير جدا طارق حامد، فعلامه يعني علامه لغز بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتيره جدا فنيه. ازاي طارق حامد مش في المنتخب؟ فكرك ممكن يبقى عنده فرصه مثلا ان كابتن كروش ووائل جمعه يشوفوا ان احنا الفتره الجايه محتاجين طارق، فيبقى عنده فرصه ان هو يروح منتخب مصر، ولا الفرصه بقت ضعيفه شويه؟ لا اتمنى ده. لا هو الراجل جه قال لك باب المنتخب مفتوح للجميع، واحنا مش واخدين حد موقف. اتمنى ان شاء الله بعد البطوله دي يعرف قيمه طارق حامد كويس، لاننا احنا عندنا فجوه كبيره في الحته دي. طارق لعيب مؤثر، لعيب بقاله 6 سنين اساسي في منتخب مصر، طور من نفسه كتير. ناس كتيره بتتكلم على الانذارات، مع احترامي انا هتكلم على طارق بصفه خاصه لان انا متواجد في نادي الزمالك دايما، انا عضو في نادي الزمالك ودايما في النادي وبتفرج على التمرينات. طارق حامد بيدخل كل لعب برجوله على جون، يعني بقاله 6 سنين واخد 5 انذارات بس في 6 سنين في المنتخب. تمام، لعيب تاني مش عاوز اظلم بقى عشان زمالك واهلي، لعيب تاني زي اكرم توفيق لعب 6 مباريات واخد 4 انذارات، والنهارده ما بيلعبش مع الاردن عشان واخد بطاقتين 0. فانا بقول لحضرتك الناس بس متحامله على طارق شويه عشان بيلعب برجوله وبيلعب بروح عاليه شويه. فانا شايف لا، مستر كروش لازم هو ورمضان صبحي بصراحه الاثنين دول مؤثرين جدا في المنتخب، حتى لو ما لهمش دور اساسي يبقى لهم دور بديل بشكل يعني مناسب جدا وبديل لاي حد هيلعب في المكان ده. ان شاء الله يكون عنده فرصه. لو هنتكلم على كاس مصر في الموسم اللي فات، دايما في غموض كده تحس على كاس مصر، انت شايف ان هو هيتلعب ولا هيتلغي؟ انا اتمنى اللي هو يتلعب. هو يتلغي ليه؟ يعني بطوله اقدم بطوله في مصر، اقدم من الدوري العام، وعمرها ما اتلغت. يعني عمرها ما اتلغت، افتكر يعني اخر 25 سنه وانا متابع كوره ما اتلغتش ولا مره، ما اتلغتش خالص. تمام، فانا ليه الغيها؟
وبعدين ده حق مكتسب وبطوله غاليه علينا كزملكاويه، واحنا الحمد لله بنقدر نكسبها بقالنا كام سنه وماشيين كويس جدا والطريق بتاعنا كويس. اتمنى ان هم اتحاد الكوره يصمم اللي هو يلعب حتى لو في وسط الماتشات، احنا متعودين اهو بنلعب كل 3 ايام ماتش، ايه المشكله لما تيجي تلعب مباراه دوري وبعدها بيومين او 3 ايام تلعب مباراه كاس؟ ده هي بطوله يعني ماتش واحد بس يتلعب يرحلها. احنا شايفين اوروبا دلوقتي بيلعبوا ممكن يلعبوا 3 مباريات في اسبوع واحد، ممكن بيلعب سبت وبيلعب تلات ويرجع يلعب سبت تاني، تمام؟ فايه المشكله لما نلعب بالشكل ده؟ نادي الزمالك والنادي الاهلي والانديه الثانيه بيراميدز عندهم لعيبه مميزه كتيره، عندهم بدلاء هيقدروا ممكن يلعبوا بفرقتين مش بفرقه واحده بس. طيب مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع نكمل حديثنا مع كابتن محمد جمال. مشاهدينا ورجعنا لكم مره ثانيه وهنستقبل من الدوحه معانا على التليفون هيثم حبيب الناقد الرياضي. مساء الخير يا استاذ هيثم. مساء الخير يا استاذه مها، وبرحب بحضرتك وضيفك الكريم كابتن محمد. اشكرك جدا، انت جوه الملعب. متواجدين في الملعب. طيب الف الف مبروك طبعا الفوز لينا 2-1، طمنا طيب ايه الاجواء عندك في الملعب؟ هو لسه استاذ ما طبعا ده الشوط الاضافي الاول، ان شاء الله ربنا يكملها بخير كده ان شاء الله. طبعا منتخبنا متقدم 2-1، طبعا هدفنا الاول سجلناه في المباراه بمروان حمدي، والهدف الثاني سجله احمد رفعت في الشوط الاضافي الاول. طيب لو هنتكلم عن التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني، يعني انت عشان احنا دلوقتي ما يعني مش شايفين الماتش، قول لنا انت التغييرات اللي حصلت ايه في الشوط الثاني. طبعا نزل استاذ ما نزل محمد مجدي قفشه، ونزل عندنا مهند لاشين برضه، واحمد رفعت في التغييرات، ومحمد شريف طبعا نزل في الشوط برضه الثاني. دي التغييرات اللي تمت لمنتخب مصر خلال المباراه يعني. طبعا انا شايفها طبعا تغييرات ان هي اضافه للمنطقه الهجوميه، لان طبعا في بدايه المباراه كان منتخبنا متراجع بشكل يعني غير مبرر، ولكن طبعا بعد الهدف استشعر لاعبين الحرج وقدروا ان هم طبعا يرجعوا في النتيجه. يمكن مع بدايه الشوط الاول الاضافي كان عندنا ركله جزاء احتسبها الحكم وتم الغائها بعد الرجوع للفار، لان هي كانت هاند بول على منتخب مصر. تمام، بشكرك جدا ناقد رياضي استاذ هيثم حبيب من الدوحه ومن داخل الملعب الجنوب، بشكرك جدا على هذه التفاصيل. نرجع احنا تاني بقى لحديثنا، والحمد لله احنا الحمد لله احنا لحد دلوقتي فايزين، بس للاسف احنا كان عندنا لغز شويه البدايه، بس احنا ابتدينا بتشكيل انا كنت اتمنى التشكيل اللي هو فنش دلوقتي هو ده اللي يبدا. محمد شريف يبدا هو راس حربه، تمام؟ مروان لعيب مجتهد وكل حاجه، بس مروان يعني تحس اللي هو يعني لو مش موجود مصطفى محمد واحمد ياسر ريان يبقى التالت بتاعهم على طول محمد شريف، ده اللي يبدا. مروان ممكن يكون الرابع الخامس في المنتخب المصري، هو مصر عليه شويه وظلمه، وعلى فكره رغم اللي هو اللي جاب جون في اخر في الدقيقه 41 ولا الدقيقه 42، بس من الدقيقه 1 للدقيقه 40 مروان حمدي ما كانش في الملعب. تمام، فهو برضو منزل محمد شريف، لعب محمد شريف هاف شمال، ومحمد شريف ما كانش الفتره اللي انا اتفرجت عليها ما كانش كويس خالص. اما بدا مروان حمدي طلع ونزل احمد رفعت ولعب بقى بالطريقه الطبيعيه اللي احنا بنلعب فيها، محمد شريف هو اللي عمل الجول لاحمد رفعت. واحمد رفعت انا برضو عندي ملاحظه غريبه، بعد ما عمل مباراه هايله اكتر من هايله وجاب جون عالمي ماتش السودان، تاني ماتش الجزائر ما لعبوش ولا دقيقه. ففي كده الغاز كبيره مستر كروش عمال يعني عمال يدينا دوق كده للراجل ده، مش عارف ما نعرفلوش هو عاوز يعمل ايه يعني. بلغه الجمهور ممكن الجمهور يقول لك ايه في الاخر بنكسب يعني، في الاخر الحمد لله بنتقدم، عارف في الاخر الجمهور يقول لك ايه. الحظ مش هيقف جنبك طول الوقت، احنا النهارده كنا محظوظين. يعني انا بكلمك انا اتفرجت على الشوط الاول كامل، الاردن نزلت جابت جول وثلاث جوال مؤكدين 100%، يعني لو الاجوال دي منهم كور جت في العارضه، كره جت في العارضه ونزلت على القائم ومشت على الخط،
وكره تانية الشناوي شالها باعجوبه، وكره تانية ماشيه جنب العارضه بسنتيمتر. لو الكور دي كمان واحده فيهم جت كانت صعبت عن الموضوع. الحظ ممكن يقف معاك فتره بس مش هيقف معاك باستمرار. فانا شايف في الغاز، في شويه حاجات كده. يعني اتمنى مستر كروش، احنا الشعب المصري متعطشين لبطوله، احنا بقالنا سنين عديده ما خدناش بطوله، من 2010 ما خدناش بطوله افريقيا. ما ينفعش تدخل البطوله دي كمان وانت تقول انا هدفي الرئيسي كاس العالم. كاس العالم ده ماتشين رايح جاي، ممكن تكسب ممكن ما تكسبش. طب ليه؟ ما انا في ايدي ان انا اكسب بطوله افريقيا وارجع تاني على عرش افريقيا، وارجع تاني اقول للناس انا خلاص منتخب مصر رجع. ليه يعني اللعب كتير في التشكيل طول عمرنا نعرف في واحد او اثنين على نفسنا؟ مش وقته، مش وقت تجارب. لو انت يعني لو انت همك جمهور مصر متعطش، ده بطولة العرب دي لازم ناخدها بشكل كويس، لان انت عندك فرصة. انت قوامك، انت عندك 5-6 لعيبة بس يعني محترفين ما بيلعبوش. الفرق التانية زي الجزائر والمغرب والفرق الكبيرة دي ما والسعودية وقطر ما بيلعبوش بالمحترفين. معظمهم كلهم لعيبة، فانت عندك فرصة ان انت تكسب. ليه ما تقدرش يعني تدي دفعة كويسة لينا ومعنويات كويسة، تدخل بطولة افريقيا وانت واخد بطولة العرب، بطولة فيها ناس كتيرة جدا. ليه ماتش الجزائر نستنى اللعب النظيف عشان نصعد اول مجموعة؟ كنا حاطين ايدينا على قلبنا اللي احنا ما نلعبش المغرب، وبعدين تلعب الاردن وكل الاعلام للأسف صور لك بعد المباراة اللي انت هتلعب الاردن ده منتخب سهل. الشوط الاول احنا كان هيطلع كارثة، كان هيبقى في كارثه. جه في الجول بدري وما عرفتش تعوض الا في اخر دقيقه في الشوط الاول وكان قبليها. فانا بقول وجهه نظر المتواضعه، مستر كروش كفايه تجارب. يعني خلاص قدمت لنا واحد زي حسين فيصل، قدمت لنا واحد زي احمد رفعت، عمر كمان واحد. الثلاثه دول متهيألي هم الانسب للناس الجداد اللي هم يلعبوا. الناس الثانيه خدت فرصهم. تقصد يبقى في قوام اساسي؟ بالظبط، لازم لازم. المغرب، الجزائر، الفرق دي كلها بقى لها كام سنه عندها قوام اساسي، بيدخل واحد او اتنين بكبيره على التشكيل بس. هتفضل تعمل كده هتيجي على بطوله افريقيا مش هيبقى فيه تجانس. انا لعبنا كوره قبل كده وعارفين التجانس مهم جدا، تثبيت تشكيل وامشي بيه تمام. فانا متهيألي التلات لعيبه بدول احمد رفعت وحسين فيصل وعمر كمال بواحد هم دول اللي ممكن يدخلوا على قوام. التانيين معانا بس مش وقته. طب مش يمكن الغيابات مثلا هي اللي اثرت مثلا النهارده على الاداء في الشوط الاول؟ ماشي، بس انت بتلعب مين؟ محترامي مع احترامي لمنتخب الاردن، منتخب مش مصنف خالص، مدرب بعيد جدا بعيد جدا. يعني مش عارف ايه اللغز اللي هو كده. ما انا عشان كده بقول لك التجانس هو اللي عمل كده، بالرغم ان انت نازله بتلعب فرقه بنقول متوسطه مش فرقه هاي ليفل. كنت خسرانه 1-0 وكان ممكن تخسر 2-3، فالتجانس هو اللي هيحصل من ده. فاتمنى ان شاء الله بعد يعني تكون درس. يعني احنا كمصريين، انا بكلمك كمشجع مصري، انا اتمنى ناخد البطوله دي. متعطشين لبطوله. منتخب مصر منتخب كبير، ما ينفعش يروح يلعب على المراكز الثالث والرابع والكلام ده. انت لا قدر الله ممكن النهارده يعني لو لا قدر الله ما كنتش جبت الجون الثاني ده كنت ممكن ضربات الجزاء واعصاب والحظ بقى ممكن تلاقيك بره البطوله. بطوله زي دي الفرق معظمها ما بيلعبوش بالمحترفين بتوعهم، كارثه عليك، كارثه اللي احنا نطلع من دور الثمانيه. فاتمنى ان شاء الله مستر كروش بقى يبدا خلاص. شاف الفتره اللي فاتت دي عندنا ان شاء الله عندنا مهمه صعبه مع تونس لو ربنا كرمنا النهارده باذن الله تونس، وبعد كده هتلاعب قطر لا اما المغرب لا اما هيرجع لك الجزائر يعني دور الاربعه. فالموضوع هيبقى صعب جدا 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 عليك. لازم مستر كروش بقى يبدا يلعب الناس اللي هي تصلح اللي هي تلعب. شايف ازاي بقى انت بما انك بنتكلم عن القوام الاساسي، شايف ازاي هو القوام الاساسي بتاع كروش اللي لازم يعتمد عليه الفترات الجايه، والتبديلات تبقى في حدود ايه؟ يعني انا متهيألي لعب ناس كتيره جدا. يعني النهارده ان احنا شفنا كل الناس فنقدر ايه نتخيل ايه القوام الصح اللي ممكن طيب يعتمد عليه. طب انا عندي زيزو يعني انا هتكلم على زيزو. الشوط الاول كان بادئ ناحيه الشمال، زيزو احسن لعيب في الدوري المصري الفتره اللي فاتت دي عشان بيلعب ناحيته. هاف يمين، مش هيلعب هاف يمين، لعبه في نص الملعب ثالث اللي بيزيد، لعبه هاف شمال ليه؟ يعني كانت العدله حتى بتاعتنا وحشه. حسين فيصل احنا اتفرجنا عليه الماتشين اللي لعبهم كان بيلعب هاف شمال، ملعبه تحت الفراوده ليه؟ هو مش فروت، مش البلي ميكر اللي هيلعبك، لا هو هاف
بيكمل بشكل كويس جدا. كان عامل لخبطه شويه في الحته دي، بس اما زيزو بدا نهايه الشوط الاول لعب ناحيه يمينه ولعب عدلته، هو اللي عمل الجول الاولاني اللي جابه مروان. انا عاوز بس يعني الناس تقعد معاه شويه، مستر كروش لسه جاي، ما كانش يعرف برضو، ما تفرجش على الناس. انا عاوز كابتن ضياء السيد، كابتن محمد شوقي، كابتن وائل جمعه يقعدوا معايا ويديله فكره خاصه، اللعيب ده بيلعب في المكان ده، لو ما لعبش في المكان ده احسن مكان له كذا. لازم نساعده شويه، مش هنقعد احنا متفرجين عليه والراجل عمال يعمل تجارب غريبه. ما مش وقته، احنا عندنا بطوله افريقيا كمان شهر، فمش وقته الاختيارات دي كلها، مش وقته التجارب دي كلها، ما تجربليش. تمام، في لعيبه دوليه ما اتخذتش البطوله دي، ما خدتهاش على اساس ايه؟ يعني مع احترامي احمد فتوح بيلعب، مين الاحتياط بتاعه؟ مروان يعني مع احترامي مروان انا اول مره اسمع عنه، اول مره اشوفه. تمام، ما ينفعش لعيب زي ما عبد الشافي الفتره اللي فاتت دي كان ماشي بشكل كويس جدا، ليه ما تاخدوش معاك؟ عشان لو بطوله زي دي احمد فتوح لا قدر الله عنده مشكله هيلعب مين؟ يعني هيلعب مين ناحيه شمال؟ في لغرم يعني، في مشاكل كبيره وفي الغاز كتيره قوي. يعني انا قلت قبل كده الحظ وقف معانا، وقف معانا ماتش الجزائر، والنهارده ربنا ستر الشوط الاول كنا ممكن نطلع. ماتش الجزائر احنا كنا بنلعب كويس جدا، بس برضو مش هو الرد فعل بالعكس يعني. بعد ماتش الجزائر انا شفت ان الناس بتتكلم عن الروح في المنتخب. عايز اقول لك كمان يعني، كنت انا عاده ما بشوفش الماتشات في البيت، بحب دايما انزل اشوفها مع الناس. حلو حلو حلو، شوف الناس ارائهم ايه. كل الناس بصراحه كانت لا، احنا الشوط الاول برضو وحش، احنا دايما بنبدا وحش، كان حلو قوي، احنا دايما بنبدا وحش يعني، دايما بنبدا وحش. الجزائر الشوط الاول كنا سيئين جدا جدا، وهو حتى هم اللي جابوا الجول الاول وكانوا متصيدين عليك وكانوا ممكن يجيبوا جول. الحظ وقف جنبك ماتش الجزائر الشوط الاول، وقدرنا الشوط الثاني الحمد لله اللي احنا نتعادل، وقدرت ان انت تطلع اول لعب نظيف انذارات. الماتش ده كمان تبدا بالشكل ده والشوط الاول كنت ممكن تخسر 2-3 من فرق زي الاردن، مع احترامي لا، الناس مبسوطه وكل حاجه لا، انا لا مش ده منتخب مصر، مش ده منتخب مصر اللي انا مستنيه اللي هو يصعد كاس عالم، مش ده منتخب مصر اللي انا مستنيه اللي هو يدخل في يناير يبقى مرعب لا للفرق الافريقيه. احنا عندنا 5 فرق مستوى اول يرعبوا اي حد، اولهم الجزائر، المغرب، السنغال، عندنا السنغال، عندنا نيجيريا، عندنا تونس. الفرق دي لو مش هتشد حيلك شويه الناس دي هتفرق عنك بكتير بكتير. فكفايه بقى، كفايه تجارب، واتمنى اللي هو بقى من ماتش ان شاء الله ماتش الدور الاربعه اللي هو ماتش تونس يبدا بقى القوام الفني هو اللي يبقى متواجد. بما اننا جبنا سيره ماتش تونس، مش هيبقى فيه اجهاد شويه على اللعيبه ان هم يلعبوا الماتش؟ لا ما فيش اجهاد ولا حاجه، ما انت برضو يعني الدنيا اتطورت بعد دلوقتي. تونس بيوم، هم بيوم عندهم ما فيش مشكله، راح يوم زياده واحنا ما احنا لاعبين وقت اضافي. تمام يعني ممكن. ما اعرفش كمان لسه الموضوع هيوصل لفين، ممكن بس انا متهيالي يعني لو احمد رفعت لازم يبدا بقى الماتش الجاي ان شاء الله لو ربنا كرمنا. احمد رفعت نزل في يعني نهايه الشوط الثاني فعنده باور كويس، ما انت عندك ناس ممكن قفشه نزل برضو في الاواخر، ممكن قفشه يبدا فعلا عندهم باور. تمام، بس محمد احنا شريف وقت اضافي، محمد شريف بدل ما هو لعب الشوط الثاني في نصه يبدا خلاص، مصطفى فتحي بدا خلاص ممكن العب حد ثاني مكانه. انت عندك قوام فرقه كويس، بس بلاش بقى يعني الناس اللي انت مصر عليها اللي هي تبقى وحشه ومصر عليها وحشه ومصر عليها. وبعدين ده منتخب مصر، منتخب مصر بطل افريقيا، والطبيعي اللي هو ما يدخل بطوله زي دي الناس ما بتلعبش بالمحترفين، اللي هو الطبيعي اللي هو ناخدها واحنا على الاقل مستريحين، مش قلقانين من الاردن. محترامي بقى اي حد هيتكلم وهيقول انت مش متفائل، لا يا جماعه انا لعبت منتخب مصر قبل كده وعارف منتخب مصر ايه. مش تجارب يعني، انا لعبت في نادي المقاولين العرب من 2005 ل 2011، ما فيش لعيب كان اتاخد من المقاولين عندنا، ما فيش لعيب ده يعني. انا كنت اتمنى مستر كروش بقى يبقى متواجد عندنا، كان ياخد 5-6 لعيبه من عندنا من المقاولين، كنا فرقه هايله ولعبنا بطوله افريقيا الكونفدراليه ولا لعيب فينا اتاخد، لان ساعتها قال لك انا خلاص انا عندي محدد في لعيب دولي لازم يلعب. واحنا احترمنا الفتره دي، كانت لعيبه الزمالك ولعيبه الاهلي وكم لعيب من المحترفين كانوا ماشيين بشكل كويس جدا، فكانت ماشيه وكانت في استقرار في التشكيل، في تجانس، في كل حاجه، فخلاص الدنيا مشت. تمام، فاتمنى الفتره الجايه دي مش هنستحمل مش هنستحمل اخفاقات في بطوله افريقيا. تمام،
دلوقتي عايزين نروح لموضوع حلقتنا النهارده. كنا بنسأل الناس رأيكم ايه في أداء سيف الدين الجزيري، فعايز اخد رأي حضرتك الأول قبل ما اروح لإجابات الناس. طبعا فرق بشكل كبير جدا السنة دي، وانا شايفه من احسن اللعيبة اللي أدت، يعني الثلاث ماتشات اللي لعبهم وده الماتش الرابع كمان. عنده ثبات مؤثر جدا مع منتخب تونس، بيجيب لهم اجوان مهمه مؤثره. نضج، انا شايف السنه الاولى اللي جاها كان ادى بنسبه 70%، الفتره الجايه دي تنافس شريف جدا معاه مع عمر السعيد في الزمالك، ده اضافه هتبقى كبيره جدا. لا مؤثر جدا، وانا شايفه قوه تونس بنسبه 50%. ان شاء الله. دلوقتي عايزين ناخد اجابات حضراتكم، وعايزه ابدا بعبد الحفيظ السبعاوي او عبد الله سالم. عبد الله سالم بيقول مساء الخير عليك يا ما، انا شايف ان اداء سيف الدين الجزيري حتى الان جيد جدا، ودليل على كده ان الجزيري هداف البطوله حتى الان برصيد 4 اهداف. اتمنى نشوف سيف الدين الجزيري مع الزمالك زي سيف الدين الجزيري مهاجم تونس. مساء الخير عليك يا مها، ودايما منورة قناة زمالك. أداء سيف الدين الجزيري هايل ورائع جدا، وهو من هدافين البطولة، أتمنى يظهر بنفس المستوى مع الزمالك إن شاء الله. تحياتي زملكاوي وأفتخر أخبرنا. محمد عبد الرحيم الزملكاوي، تحياتي ليك يا مها. سيف الدين أداؤه جيد جدا مع المنتخب التونسي، وأتمنى أنه يستمر على نفس المستوى مع الزمالك. احمد عيد، مساء الخير عليك يا ماو، بيقول لك مساء الخير عليك يا كابتن محمد جمال. انا شايف ان اداء سيف الدين الجزيري مع المنتخب التونسي اداء اكتر من رائع، وكمان هو هداف البطوله حتى الان، واتمنى يكون بنفس المستوى ده مع الزمالك، وبالتوفيق لسيف الدين الجزيري. بشكركم جدا على تفاعل حضراتكم دايما معنا على السوشيال ميديا. كابتن محمد جمال نجم الزمالك السابق، انا بصراحه يعني اتشرفت جدا بوجود حضرتك معايا النهارده، والوقت جري بسرعه جدا. يعني انا كنت مبسوط اللي في قناتنا الحبيبه النهارده، واتمنى ان شاء الله للمنتخب زي ما قلت يفوز، ونبدا بقى يعني ماتش تونس ماتش صعب جدا، وبعدين ان شاء الله النهائي نوصل للنهائي. كنت مبسوط اللي انا معاكم النهارده، واتمنى ان هي تكون حلقه خفيفه على المشاهدين. طبعا طبعا بشكرك جدا. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، عايزين نقول الف مبروك لمنتخبنا الوطني ان شاء الله فوز، ان شاء الله لما الماتش يخلص يعني ان شاء الله ان شاء الله نفوز. بشكركم جدا على طيب المتابعه، وان شاء الله اشوف حضراتكم الاسبوع الجاي.